إنجاز عالمي رياضي جديد عاد فيه اللبناني محمد بنوت إلى لبنان. بطل لعبة كمال الأجسام سعى جاهداً للتأهل إلى البطولة العالمية مستر أولمبيا، وتمكن من تحقيق الأمر من خلال فوزه بالمركز الأول بمعركة الأبطال للمحترفين بولاية أريزونا الولايات المتحدة الأمريكية. عن أهمية هالإنجاز يخبرنا محمد: بعدني لهلا ما مصدق انه انا عملت انه مركز اول، مع انه عارف قبل ما اطلع انه بدي اعمل اول، بس انه اخذ المركز الاول من الامريكان واجي على لبنان انا لبناني، هيدي ما مش عم بقدر بعد استوعبها، وهيدا حلم كتير كبير كنت عم بحلم فيه من انا وصغير وحققته انا نهار السبت والاحد. من هالنادي المتواضع ببيروت ثابر محمد بنوت على التدريب والتمرين واتباع الحميات الغذائية المناسبة للوصول إلى الجسم المثالي. كل دول العالم تحلم أنه لاعب من لاعبتها يعني الرياضة أنه يتأهل لهذا الحدث الكبير. أنا لا بعتبره إنجاز، أنا إنجازين عملت، لأني مقيم بلبنان بتمرن بنادي متواضع، وبتعرف أنت وضع البلد كيف، عم بطلع طلعت ربحت ونزلت وتأهلت مش بالنقاط على مستر أولمبيا، تأهلت بجدارة بفوز مثل فيل هيس، مثل كايجري، مثل روني كولمن، مثل أي مخضرم أمريكاني وأنا لبناني. الجدير ذكره أنه بنوت هو أول لبناني يتأهل إلى مستر أولمبيا وهو مقيم ويتدرب في لبنان، ففي السابق تأهل كل من اللبنانيين الأمريكيين سمير بنوت وأحمد حيدر وجورج فرح، ولكن كانوا جميعا بالولايات المتحدة. هون بلبنان أنا بتشكر البطل أحمد حيدر، كان واقف معي بالتمرين، بتشكر كمان جورج فرح، كمان إله كمان فضل كمان كتير كبير علي. وسط كل هالسواد اللي عم نعيشه بلبنان يبرز إنجاز أبيض يهدي محمد بنوت لكل اللبنانيين. أنا بهدي لكل لبنان، للعلم اللبناني بكل طوائفه وبكل أجناسه، وبهدي أكيد للجيش اللبناني، وبهدي لشخص اللي هو رئيس مجلس النواب اللبناني، كوني أنا كمان مثلت غير أنه لبنان شرطة مجلس النواب، كوني أنا مؤهل أول صف ضابط عنده لدولة الرئيس، أكيد هو الداعم الأساسي لإلي كان بكل بطولاته وبهيدي البطولة، وإن شاء الله لمستر أولمبيا.